مشاهدينا في المملكة العربية السعودية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم ملخص الأحوال الجوية. نتوقع أن يستمر الطقس مستقرا في معظم أجزاء المملكة، وأيضا تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها، وبشكل عام أجواء دافئة في معظم مناطق المملكة باستثناء بعض المناطق الشمالية، تميل الأجواء إلى البرودة أثناء الليل. مشاهدينا فاصل ونواصل. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة في الرياض، هذه الليلة أجواء صافية لطيفة في الرياض، درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 19 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة خلال الثلاثة أيام القادمة، نتوقع خلال الثلاثة أيام القادمة أن تكون الأجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا. فيوم الجمعة العظمى المتوقعة 30، أجواء مشمسة مع يتخللها ظهور بعض السحب أحيانا، والعظمى 30، وأثناء الليل أجواء أيضا لطيفة مع ظهور بعض السحب، والصغرى المتوقعة 16. يوم السبت أجواء أيضا مشمسة معتدلة نهارا لطيفة ليلا، العظمى المتوقعة 29 والصغرى 19. ويوم الأحد ارتفاع على درجات الحرارة، أجواء مشمسة معتدلة أثناء النهار، العظمى المتوقعة 32، والأجواء أثناء الليل لطيفة والصغرى المتوقعة 18 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في الأماكن المختلفة، في المناطق الشمالية أجواء لطيفة نهارا لكنها تميل إلى البرودة ليلا، إسكاكا 24-12 وتبوك 22-9 وعرعر العظمى 24 والصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الغربية، المدينة المنورة 29-14 أجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، جدة 30-20 مكة المكرمة 32-18 والطائف أجواء لطيفة في النهار تميل إلى البرودة ليلا 24-14 درجة مئوية. المناطق الجنوبية الغربية، في منطقة الباحة وأبها أجواء لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا، الباحة 21 العظمى والصغرى 14، أبها العظمى 24 والصغرى 13، جازان أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، العظمى 30 والصغرى 25 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية، المنطقة الشرقية الدمام والإحساء أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، الدمام 30-16 الإحساء 33-16 حفر الباطن أجواء معتدلة إلى لطيفة نهارا لكنها تميل إلى البرودة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر، العظمى المتوقعة في حفر الباطن 26 والصغرى 13 درجة مئوية. المنطقة الوسطى والرياض أيضا أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، في الرياض 30 العظمى والصغرى 16، بريدة 26-14 لكن حائل أجواء لطيفة بالنهار تميل إلى البرودة ليلا، العظمى المتوقعة 24 والصغرى 11 درجة مئوية. مشاهدينا نشكر لكم متابعتكم ونترككم في أمان الله، ولكم أجمل تحية من طقس العرب.